امرأة ثكلى تنوح بعدما فجعها فقدان عزيز لديها قضى من جراء انفجار منجم فحم في مدينة أمسرة شمالي تركيا، بينما انتظر الأقارب اليائسون في البرد خارج المنجم. اندفعت سيارات الإسعاف والمسعفون للنجدة المنكوبين، بينما تزاحم العمال الناجون يصرخون على رفاقهم العالقين الذين تعرضوا للفاجعة في مقاطعة بارتين الساحلية على البحر الأسود. العاملون سعوا حثيثاً للنزول والصعود باستخدام المصعد لعلهم يغيثون المحاصرين ممن يبحث عن طوق النجاة من المأساة التي خلفت العشرات من الضحايا. السلطات في تقييماتها الأولية رجحت أن الانفجار نجم عن غاز الميثان، في إشارة إلى الغازات القابلة للاشتعال الموجودة في مناجم الفحم. للأسف فقدنا أصدقائنا في مكان الحادث بسبب الضغط العالي ودرجة الحرارة التي حدثت مع الانفجار. اندلع حريق في الرواق بعد الانفجار، تحاول فرقنا تقليل تأثير الحريق وأول أكسيد الكربون. تستمر جهود الإنقاذ لانتشال عشرات العمال الذين علقوا في المنجم على عمق يتراوح بين 300 و350 مترا تحت مستوى سطح البحر. وبذلك تتعامل السلطات التركية مع أسوأ كارثة مناجم منذ عام 2014، عندما اشتعل حريق داخل منجم فحم في بلدة سوما غربي البلاد وأودى بحياة أكثر من 300 شخص.